مشاهدي الإخبارية السورية، نحن الآن نسير على الطريق الفاصل بين مساكن هنانو وبين منطقة الحيدرية. هذا النقاط والمناطق التي استعادتها قواتنا المسلحة بالتزامن مع استعادة منطقة الهلك والصاخور وعدد من المناطق الأخرى على شمال عدسة الإخبارية السورية، مؤسسة الكهرباء وهذه الحديقة التابعة لي يعني منطقة المساكن وباتجاه أيضا منطقة الحيدرية. وهنا في أمامنا مباشرة نلاحظ قوات الهندسة تقوم بإزالة السواتر وبتفكيك الألغام من هذه المنطقة بعد استعادتها من قبل أبطال الجيش العربي السوري. وفي العمق أيضا دوار الحيدرية، نحن نسير على منطقة تقع شمالية الأحياء الشرقية لمدينة حلب، والعمليات المستمرة تأتي بكل قوة من قبل بواسل الجيش العربي السوري باتجاه ما تبقى من الأحياء الشرقية، أي باتجاه الجهات الجنوبية من الأحياء الشرقية. اليوم الجيش العربي السوري بات يسيطر على كامل الأحياء الشمالية من الأحياء الشرقية، والجيش يعمل الآن بالتوغل باتجاه ما تبقى من المناطق، أي باتجاه منطقة سواء كان ما بعد الصخور باتجاه مناطق مساكن أو باتجاه مناطق إن صح التعبير بستان القصر، وامتدادا إلى عدد من المناطق الأخرى من الأحياء الشرقية. نحن نتحدث عن مناطق تقع هي بطبيعتها جنوب الأحياء الشرقية لمدينة حلب. اليوم بلشنا من محور البريج باتجاه الإنذارات، ظلينا متابعين لحتى بعيدين، ومن ثم فتنا حي الحيدرية. مثل ما أنك شايف هلأ نحن على أرض الحيدرية ومتابعين إن شاء الله بإذن الله حتى تطهير كافة مناطق حلب الشرقية. طبعا ما رح كيف العملية مستمرة حتى تطهير كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، وحلب بتهمنا، حلب أهلنا وناسنا. كامل الحيدرية الحمد لله صارت كلها تحت السيطرة، وحتى إن شاء الله نحرر كامل حلب كلها، كامل حلب الشرقية. مشاهدة الإخبارية السورية، تركيا هي الراعي الرسمي للمجموعات الإرهابية المسلحة، وأكبر دليل على ذلك البطاقات الموجهة للمجموعات الإرهابية المسلحة هنا في منطقة الحيدرية. نلاحظ ونتابع جيدا الكتابة التركية والعلم التركي والرقم 47، يعني اللغة التركية المكتوبة، وأيضا غيرها من البطاقات التي تحملها المجموعات الإرهابية المسلحة هنا. هذه البطاقة تابعة لمحمد خير بن فطوم، مجاهد الاختصاص، هو تابع للجبهة الشامية، وهنا نلاحظ شعار الجبهة الشامية. الحيدرية والصخور والهلك وبستان الباشا وعدد من المناطق، والجيش العربي السوري مستمرا بتطهير كافة الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وليد هناي للإخبارية السورية من منطقة الحيدرية حلب.